محمد معانا؟ محمد. ايوه كابتن ميدو، سامعني؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي. كله تمام؟ الحمد لله بخير والله، كله تمام. يلا قول لنا الجديد بقى عندك. نقدر نقول النهارده اليوم قبل الاخير في معسكر فريق النادي الاهلي، خلاص المرحله الثانيه من مرحله الاعداد البدني بتقترب من النهايه، تم الاستعداد هيكون في مباراه وديه غدا باذن الله في الساعه 5 مساء. الاهلي هيواجه فريق فاركو على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، بعد المباراه مباشره هيعود الفريق الى القاهره بعد ختام المعسكر، ويحدد الجهاز الفني بقياده باتريس كارتيرون غدا بعد المباراه. يعني الايام اللي هيحصل عليها الفريق قراحه سلبيه، هل هيكون 24 ساعه ام 48 ساعه فقط؟ استعدادا للتدريبات على ملعب الكيتش في الايام القادمه قبل السفر باذن الله اوائل الاسبوع القادم في المعسكر الاوروبي. اقدر اقول لك النهارده باكاماني اللاعب الجنوب افريقي انتظم في التدريبات، تواصل الى برج العرب وتواجد اليوم في معسكر فريق النادي الاهلي. مؤمن زكريا كان متواجد يعني في 48 ساعه الماضيه. الصوره اكتملت بالنسبه للجهاز الفني، يعني لا يتبقى سوى اللاعبين الدوليين اللي الجهاز الفني يعني فضل ان يعطيهم راحه حوالي من 5 إلى 6 أيام بعد عودتهم غدا باذن الله. احنا عارفين ان المنتخب باذن الله غدا طبعا هيكون متواجد في مطار القاهره، فالجهاز الفني فضل منح اللاعبين الدوليين حوالي 6 أيام اجازه راحه سلبيه، وينتظموا في تدريبات مع الفريق باذن الله بدايه من المعسكر الاوروبي في منتصف الاسبوع القادم. مؤمن زكريا النهارده دخل في المران الجماعي والتدريبات الجماعيه، ايضا باطا دخل في المران الجماعي. عمرو السرية يمكن اشتكى بس من اجهاد خفيف في العضلات، فضل الجهاز الفني ما ياخدش يعني اي جرعات تدريبيه سواء في المران الصباح النهارده او في المران المسائي. باسم علي وناصر ماهر ورامي ربيعه الثلاثه لسه بيخوض تدريبات تاهيليه، لسه ما انضموش لاي تدريب جماعي او اي مران بدني في مرحله الاعداد. كل واحد كان بيعاني بالتاكيد من اصابه مختلفه عن الاخر، يعني ناصر ماهر جاي من سموحه وبيعاني من اصابه عضليه في مباراه نهائي الكاس امام الزمالك. باسم علي عارفين انه يتعرض لاصابه عضليه ايضا في بدايه المباراه الاخيره في الدوري اللي كان الاهلي واجه فيها فريق المصري. رامي ربيعه بيستكمل برنامجه التاهيل يا كابتن ديكو، ظل ان خلاص المفروض المرحله الاخيره من البرنامج بتاعه عشان يتحدد موعد دخوله للتدريبات الجماعيه، مفيش اي استعجال خالص على رامي ربيعه. بعد نهايه المران كان في جلسه خاصه بين كارتيرون وجود كابتن محمد مع الدكتور خالد محمود طبيب فريق النادي الاهلي للاطمئنان على حاله اللاعبين المصابين وموعد عودتهم للتدريبات واهم الاجزاء المتعلقه بالنواحي الطبيه. يمكن كارتيرون كل جزئيه صغيره وكبيره ما بيسيبهاش، بيشتغلها بنفسه، بيحط ايده فيها سواء في العلاج الطبيعي، في التاهيل، في المران البدني، في الجزء التكتيك والفني، بيوقف المران اكثر من مره، حريص ان هو بنفسه يعني عايز اللعيبه تنفذ تعليماته بالحرف، وبيقسم المران الفني لاكثر من محور او اكثر من مرحله. في جزء متعلق بالاداء التكتيكي والفني والخطه اللي عايز يلعب بيها المرحله القادمه، بتشتغل فيها يعني مع اللعيبه حوالي ربع ساعه تلت ساعه. ثم المران بقى التقسيمه الفنيه بيبقى في جزء نص الاخير من المران. انت حضرت المران النهارده يا محمد؟ حضرنا المران المسائي اللي كان فيه مران صباح. يعني تمام، المران المسائي اللي بيتم فيه الاجزاء اللي بتقول عليها ولا المران الصباحي؟ تقال المران الصباحي بيبقى اكتره شغل بدني شويه. المران الصباحي جزء بدني، المران المسائي جزء تكتيك وفني. تمام، طب خليني بقى اخد معاك واحده واحده عشان بس الساده المشاهدين بيبقوا عايزين يعرفوا كل صغيره وكبيره في معسكر النادي الاهلي. الاول قول لي حاله الانسجام بين كالديرون واللعيبه النادي الاهلي شكلها ايه؟ الانسجام الفكري. الانسجام الفكري هو لسه لغايه اللحظه دي بيحاول يطبق فكره مع اللعيبه، بدليل ان هو في التقسيمه بيوقفها اكثر من مره، يمكن حتى الباص نفسه بيحاول يعيده بشكل معين، ان الكوره الطوليه تتلعب بشكل مختلف. عايز ايه يا محمد؟ يعني الباص بقى عايزه ازاي؟ قول لي ايه. هو متعلقه بنقل الهجمه يا كابتن ميدو، هو تمام. عايز التحرك الهجمه نفسه يبقى بشكل معين، وفي نفس الوقت الارتداد الدفاعي يبقى بشكل معين. مش عايزين نشرحها بتفصيل فني. لا 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 اكيد احنا بندي، انا عارف والله محمد، انا عارف، انا بس بدي للساده المشاهدين فكره النقاط الاساسيه بتاعته، لكن الحاجات دي خلاص كل الناس بتعرفها، خلي بالك. قول لي. تمام، ايضا اجتماعاته مع اللعيبه، هو بيبقى حريص دايما على الاجتماع مع اللاعبين. اوكي. كل جزئيه حتى في الاسترتشات وانت بتختتم التدريب بيبقى حريص انه يتواجد في الاسترتشات مع اللعيبه، حتى بيأدي في دور التاهيل او في العلاج الطبيعي مع اللعيبه نفسه بيبقى متواجد فيها. متواجد معاهم لحظه بلحظه، سواء حتى في الغداء، وهو في الغداء ما بياخدش مثلا الوجبه بتاعته وبيبقى قاعد جوه في المطعم وخلاص، لا بيمر حتى على اللعيبه ساعات الاكل، او حتى واللعيبه بتاخد وجباتها الغذائيه بتاعتها، او حتى لما بيقعد مع الدكتور هاني وهو بيبقى اخصائي التغذيه.
لا بيشرف على كل شيء بنفسه مع الكابتن محمد يوسف مدير الكره. التدريبات يعني الجزء الفني النهارده التقسيمه الفنيه انا شايف حاله فوقان لعدد كبير جدا من اللعيبه. حلو. اعتماده على كريم نجم ومحمد شريف في وسط الملعب، اعتماده على خط الهجوم لوليد ازار واحمد ياسر ريان. حرصه على ان كان في اكثر من حوالي 14 لعيب من قطاع الناشئين مواليد 99 و99 و2000 كانوا في التدريبات منذ يوم الاثنين الماضي. لكن امبارح افضل انه يكتفي باربع لعيبه فقط ان هم يفضلوا موجودين في التمرين. يعني الاربعه اللي توقفوا في المران الجماعي وفي التدريب او في المعسكر المغلق، مصطفى شهير هو حارس مرمى الاهلي مواليد 2000، في ثلاث لاعبين ايضا من 97 و98 احمد ياسر ريان، احمد حمدي، وناصر ماهر. اذا هو اكتفى بالاربع لاعبين الناشئين فقط مع المجموعه المتواجده في الفريق الاول، ليصبح عدد اللاعبين في المعسكر النهارده 30 لاعب فقط. بالنسبه للمعسكر المغلق في اوروبا هو هيتحدد بعد عوده اللاعبين الدوليين، هيكون العدد حوالي وصل معاه ل 37 لاعب. هنشوف ساعتها هيسافر بهذا العدد ام سيقلص العدد لاقل من ذلك، في ظل ان خلاص انت بتقترب من موعد ارسال القائمه المبدئيه باذن الله يوم 30/6، لكن قبل يوم 30 هيكون يعني بشكل عام قدر يضع يعني ايده على كل اللاعبين المقيدين في قائمه الموسم الماضي ومن سيستمر معه في الموسم القادم، ثم ارسال القائمه الجديده باذن الله قبل مباراه تاون شيب والقيد الافريقي. بقى متبقى اربع اماكن عنده حلول كتير، ممكن عنده مؤمن زكريا، عنده احمد الشيخ، في احمد علاء وافد من الداخليه في خط الدفاع، متواجد في محمود الفزار. هنشوف الصفقات الجديده، كل هذه الملفات هتبان اكثر في اجتماعه مع لجنه الكره باذن الله على الاسبوع القادم قبل السفر للمعسكر الاوروبي. نقطه اخيره عايز اقول لك عليها كابتن ميدو، برضه النهارده الجهاز الفني واللعيبه كلهم بلا استثناء كانوا حريصين على متابعه مباراه مصر والسعوديه، وكانوا بيتابعوا المباراه وحضرنا معاهم متابعتهم لمباراه النهارده، لكن للاسف يعني هذه المباراه يمكن صدرت حاله احباط واللعيبه نفسها، يعني حتى لمسنا ده من عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي، يعني عايز اقول لك حاله حزن نتيجه الاداء ونتيجه الشكل اللي خرج بيه. انا والله يا محمد انا مش عارف الناس ليه متفاجئه، يعني انا مش عارف الناس ليه متفاجئه. لا المباراه الاخيره يعني هي الفكره نفسها، في المباراه الاخيره كان الكل بيتوقع ان اللعيبه كان هتدي صوره طيبه او لفته طيبه قبل ما يغادروا كاس العالم ويكون اول. ايوه يعني اصل احنا ما فيش معانا عصا سحريه، يعني احنا انت ممكن تغير فكر وتشكيل وشكل فني في يوم وليله يعني. وعايز اقول لك وانا بكلمك ايضا وليد ازارو كان بيتابع الشوط الاول من مباراه المغرب واسبانيا، وكذا لاعب ايضا من لاعبين النادي الاهلي كانوا حاضرين بيتابعوا مباراه المغرب واسبانيا، ووليد نفسه برضه يعني حتى على بالنسبه لاداء منتخب بلده او النتيجه، لان هو سعيد باداء منتخب المغرب، لكن النتيجه بحد ذاتها برضه شايفها ان هي المغرب كانت يعني الاحق ان هي توصل لمراحل ابعد من كده، وكان بيتمنى ان يكون موجود في كاس العالم في هذه المباريات المهمه. لكن دي الصوره اللي انا عايز اقولها لك بتفاعل لاعبي الاهلي مع مباراه كاس العالم من يوم الختام النهارده، مباراه مصر ومباراه المغرب ما بين وجود لاعبين طبعا من النادي الاهلي في المنتخب الوطني ومتابعه منتخب مصر بالنسبه للاعبي النادي الاهلي ده شيء مهم جدا، وايضا بالنسبه لوليد ازارو ومتابعتهم مباراه منتخب بلده ومنتخب المغرب. طيب يا محمد يعني في عجاله كده اديني نقاط اساسيه بس او اديني اجابات مختصره، الحاله الفنيه للعيب هل علق عليها كالتيرون؟ هل علق عليها لندمان؟ قول لي. الحاله البدنيه انا عايز اقول لك يعني هي في تعليقات في بعض النقاط نتيجة ان كان في قياسات بدنية اتعملت من خلال برنامج تم التعاقد عليه. ايوه تمام تمام. برنامج شركة الجي بي اس اوكي. البرنامج ده يعني من خلال مايكل ليندمان وحسين عبد الدايم بيشتغلوا عليه مع عدد من اللاعبين، بيسوق جرعات تدريبية لعدد من اللاعبين بعد نهاية المباراة البدني وتخفيف الاحمال البدنية على عدد اخر. دي جزئية انا لمستها في الشغل البدني حتى اللي بيعمله مايكل ليندمان وحسين مع وجود كارتيرون ايضا. في جلسات بتحصل بين الجهاز الفني مع بعضه على مدار اليوم. علقوا يا سعيد، علقوا على الحاله. لسه يعني عايز اقول لك على حاجه، في نقطه انا حتى لمستها في تدريب النهارده والتدريبات الاخيره. الجهاز الفني منعزل تماما عن الاعلام واللاعبين، في حاله غلق تام على المعسكر. ده دي حاجه صحيه ماشي. عايز اقول لك هم شايفين المرحله الحاليه ان الفريق يكون بعيد تماما عن الصوره استعدادا للمرحله القادمه. سواء في التصريحات الاعلاميه، سواء في الاستعدادات القادمه، سواء في الصفقات، كل ما يكون في حاله انغلاق على الفريق كل ما هم شايفين حاله التركيز هتكون اعلى. حتى تصريحاتهم هم شايفين التصريحات في التوقيت الحالي مش هتكون مفيده للناس، لان هم لسه
بيبداوا مرحله جديده مع الفريق، فشايفين ان هم يشتغلوا مع الفريق اكتر ما محتاجين يتكلموا. تمام. طيب انا لمسته حتى في الجهاز الفني واللعيبه حتى في المرحله الحاليه. ده كويس قوي. احنا بس بنحاول نطمن بس جماهير الاهلي، انت عارف يا محمد جماهير الاهلي بتبقى قاعده عايزه اي حاجه صغيره وكبيره في فريق كره القدم، خصوصا ان في معسكر وزي ما انت بتقول كمان في حاله تعتيم اعلامي، وانا مع الحاله دي جدا جدا، لكن انا بحاول ان انا اوصل لهم اي معلومات. طمني على الانسجام بين مصطفى كمال المدير الفني لحراس المرمى وحراس المرمى. كابتن مصطفى كمال بيتعامل مع الحراس، يعني عايز اقول لك معاه اثنين من الحراس الناشئين مع اختلاف الاعمار السنيه. اولا عامل السن هو بالنسبه له طبعا كابتن مصطفى كمال 44 سنه، عامل السن مش بعيد ما بينه وبين بعض الحراس. اي نعم كان مصطفى شوبير مواليد 2000 يعني بيتكلم ب 18 سنه، لكن هو بيتعامل بيستفيد قدر الامكان بوجود عناصر ناشئين معاه في هذا المعسكر انه قد يحتاجهم في مباريات قادمه. ومش هخفي عليك سر ان ممكن في بعض من الفترات تعتمد على بعض الناشئين سواء في حراسه المرمى او في مراكز اخرى في مباريات البطوله العربيه. تمام. قائمه البطوله العربيه 40 لاعب، وانك تعتمد على فريق 40 لاعب في البطوله العربيه، فوجود الناشئين في المرحله الحاليه كابتن مصطفى وحتى باقي الجهاز الفني بيعتمد على فرصه للتعرف على امكانياتهم لضمهم في بعض المراحل القادمه. وهو بيتعامل يعني عايز اقول لك حتى ساعه مباراه مصر والسعوديه انا لاحظت ان مصطفى شوبير ساعه المباراه وعلي لطفي ما كانوش قاعدين بيتفرجوا لوحدهم، كانوا قاعدين جنب الكابتن مصطفى كمال. انا عارف اسلوب مصطفى، انا بطمن الناس، بس مصطفى من النوع اللي هو بيدقق في كل كبيره وصغيره، وبيدقق في الاكل والشرب وفي النوم والتليفونات، ويعني استنوا ان شاء الله حاجه جميله في النادي الاهلي باذن الله. بالفعل حتى اقول لك يعني هم حتى بيتفرجوا مصطفى وعلي لطفي بيتكلموا حتى مع الكابتن مصطفى، بيتكلموا حتى على ردود فعل الحراس في مباراه مصر والسعوديه سواء حارس مرمى مصر او حارس مرمى السعوديه. حتى مصطفى كان في ايده ورقه وقلم دايما، كان في حاجات حتى بطبيعه المباراه مش متابع ان هو بيتابع المباراه بس، لا بيأيد كمان بعض النقاط الفنيه عشان حتى يبدا يشتغل فيها حتى مع الحراس الموجودين معاه. لا في استفاده بكل كبيره وصغيره داخل المعسكر سواء في النواحي الفنيه في النواحي البدنيه في النواحي التحفيزيه في مراحل الاعداد البدني، ان هو شايف ان المرحله دي اللي هتوقف الفريق على رجليه بالنسبه للموسم القادم اللي هيكون صعب جدا. هتلعب بطوله افريقيه وبطوله افريقيه قادمه ايضا وبطوله الدوري وبطوله الكاس ومباراه سوبر بقايمه ثابته، هتلعب ست بطولات بقايمه ثابته ب 25 لاعب، فمحتاجه شغل كبير جدا. اكيد 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 هيوقف الحراس ان شاء الله زي ما كان طارق سليمان موقفهم برده كله امتداد لبعضه. يعني برده قول لي على بكماني وياسر ريان، احمد ياسر ريان في كلام عليهم ولا مفيش كلام؟ في كلام ان هم ممكن يجي لهم عروض احتراف او جا لهم عروض احتراف بالفعل، ولا الامور ايه؟ انا سالت كابتن يوسف بشكل عام، يعني ما حددتش لعيب معين في عروض احتراف. انا بتكلم على الاثنين دول تحديدا. هو قال لي تحديدا، يمكن انا ما سالتش على احمد وعلى بكماني، بس انا سالته بشكل عام على الفريق. تمام. اي حد بيتلقى عروض احتراف، هو الرد بتاعه يعتبر حتى متضمن بكماني او حتى متضمن احمد ياسر ريان. في الفتره الحاليه مفيش نيه للتفويض في اي لاعب الا بعد الجهاز الفني ما يتفرج على الفريق الكامل ويشوف الحاله الفنيه او الاحتياجات الفنيه للفريق في المرحله القادمه. بعد كده يقدر يشوف مين اللي محتاج يعينه، لكن طبقا للائحه شؤون اللاعبين كل اللاعبين الموجودين في المعسكر هم حسب التوافق مع الفريق. يعني انت ممكن حسب القائمه اللي عند اي جهه لعيبه تحتاج لعيب اخر بس بعد فتره اخرى. تمام؟ تمام. كابتن محمد يوسف قال كل اللاعبين تحت نظر الجهاز الفني مش هنفكر في اي عروض اعاره. طالما هو اكد ده فبيأكد على كل اللاعبين بلا استثناء. فكمان لسه النهارده واصل ولسه بينضم للتدريبات، وحتى اللعيبه النهارده كانت بتستقبله لاول مره على الغدا. فمرحله ان هو حتى يكون تلقى عروض او يعرض العروض اللي جات له على كابتن محمد يوسف اعتقد ممكن هيتم خلال الساعات القادمه، لكن ده قرار كابتن محمد يوسف على اي عرض حتى سواء علي معلول او وليد ازارو او لاعيب الفريق الاول اللي هم المحترفين الاجانب اللي بيتلقوا عروض من الاهلي. احمد ياسر انا عايز اقول لك النهارده كان متالق جدا في التقسيم، يعني اكثر من هدف احرزهم بشكل مميز جدا. في عايز اقول لك في سباق بين عدد كبير من اللاعبين للشرف التواجد في الفريق الاول الفتره القادمه بظل قياده فنيه جديده مع جهاز فني جديد، فالكل بيحاول يقدم يعني عايز اقول لك ما لديه في الفتره القادمه سواء مؤمن زكريا وليد سليمان، الكل عايز يتواجد في الفتره القادمه مع الفريق. أكيد يا محمد، يعني أنا بشكرك جدا على كل هذه الإيضاحات والكلام كله مفصل بصراحة، شكرا جدا على مجهودك الكبير محمد سعيد مراسل قناة الأهلي في معسكر فريق النادي الأهلي، إن شاء الله كل التوفيق لهذا إن المعسكر يبقى هادي قوي، محدش يعرف عننا حاجه، عايزين نشتغل وبعد كده نتكلم، عايزين نشتغل ونبين نتائج وبعد كده نتكلم. يعني ان شاء الله يكون كل حاجه زي ما هم عايزين. كمان اجتماع